الرحمن الرحيم. الفضل العظيم للدعاء للوالدين بعد كل صلاة. استحب العلماء الدعاء للوالدين بعد كل صلاة، ورأوا أن في هذا فضل عظيم للوالدين في الجنة، وللولد أيضا بالفوز والحصول على الثواب العظيم ببر الوالدين. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الصحيح، وهو أبو بكر بن أبي شيبة من حديث أبي هريرة، وإن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول أنا لي هذا، فيقول باستغفار ولدك لك. يعني ممكن واحد يكون في الجنة فيها 100 درجة، ممكن واحد يكون في الجنة رقم 50 أو رقم 30، يصل إلى الفردوس الأعلى بكثرة استغفار ودعاء ولده له. حتى جاء في الأثر إن كل ما الإنسان بيدعو للأب والأم يدخل ملك إلى القبر ومعه تحفة أو هدية يبشر بها الموتى أو يبشر بها الوالدين، يقول له دعا ابنك لك، وهذه تحفة أو هدية وحسناتك زادت، فيفرح الميت فرحة لم يفرح مثلها في الدنيا. فياريت يعني في صحابي ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، مات أبواي، فهل لي من بر أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال له: نعم. أول حاجة قال له إيه؟ الدعاء لهما والصلاة عليهما، مش أول حاجة. ذلك سفيان الثوري، وده من كبار علماء التابعين التابعين أو التابعين، قال يعني أعظم، يعني أرجو أن إني أرجو أن يكون أعظم البر أو أرجى البر الدعاء للوالدين في نهاية التشهد. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قرن البر بالوالدين أو الإحسان، يعني أو الإحسان بالوالدين مع إخلاص التوحيد لله سبحانه في آيات كتيرة جدا. يجي مثلا في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. يجي سورة النساء: قل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أو خاصة توحيده، وبالوالدين إحسان. يجي سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كان ربنا بيقول للناس: أنا في السماء وأبوك وأمك في الأرض. أو كأنك الإحسان للوالدين إحسان لي أنا. إذن لو أنت عملت نفسك ورد ثابت بعد كل صلاة للدعاء للوالدين، هتدي الوالدين ثواب عظيم وأنت هتاخد ثواب عظيم. الأب هيذل والأم هتذل يوم القيامة، هلاقي نفسه درجته اترفعت في الجنة درجات كثيرة، ويقول: يا رب، أنا لي هذا، عملي لا يصل بي إلى هذه المنزلة. فيقول له بدعاء والدك لك أو استغفار والدك لك، وأنت هتنال ثواب بر الوالدين، لأن أنت رفعت أبوك وأمك في الجنة في الدرجات في الجنة. فذلك يكون لك ورد، لذلك انا دايما لا ده ورد ثابت بعد كل صلاه لازم دعاء الوالدين. فاوعى تسيب دعاء الوالدين بعد كل صلاه، يعني حتى تنال الثواب العظيم لبر الوالدين، وتفرح الاب والام خاصه لو كانوا موتى بهذا الثواب، وترفع درجاتين في الجنه. فاقول قولي هذا، استغفر الله، وانا هحط لكم الحديث ان شاء الله.